تتطلبات بعهدة أي ولاية رئاسية خامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ونطالبوا المستقبل تاعنا باش يكون زهر وناكلوا الحشيش، نقولوا والله خلاص بوتفليقة هذا. حشيش؟ عهدة خامسة لا تكفي يا أخ الحشيش، هناك من قدم أكثر. شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. حتى الممات عادي، كل الزعماء العرب يهتفون لهم حتى الموت. نريد فكرة أعمق. أنا بوتفليقة نكون في القبر ونصوت عليه.